يوم 17 مايو من كل سنة بيبقى اليوم العالمي للضغط. هدف اليوم ده هو تزويد الوعي بضغط الدم في المشاكل اللي ممكن تنتج عن ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم من الأمراض المنتشرة جدا، في أكتر من مليار شخص حوالين العالم عندهم ضغط دم مرتفع، بيساهم في وفاة أكتر من 10 مليون شخص حول العالم. المشكلة من ضغط الدم المرتفع احنا بنسميه قاتل صامت، لأنه عادة ما لهوش أعراض، والطريقة الوحيدة اللي نقدر نتعرف بيها على ضغط الدم قبل ما يكون سبب مشاكل بالفعل هو المتابعه الدوريه. احنا عايزينكم تتقبلنا في اليوم ده علشان نزود الوعي بالمتابعه الدوريه لضغط الدم، وان كل شخص بشكل دوري يقيس ضغطه علشان نقدر نوقف المشاكل اللي ممكن تنتج عن ضغط الدم المرتفع.